السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جيم جروب، مقطع جديد. طبعا لا تنسوا لايك وشير سبسكرايب. مقطع اليوم تسريبات يا جماعة، وأول تسريب هو راح يكون في بطاقة شاوداون لإيريك بايلي وديب باول. اللي بيفوز مباراة فريق يونايتد وأتلتيكو مدريد دور الأبطال راح يزيد نقطتين، يعني راح يصير 90. وإذا المباراة انتهت تعادل، طبعا على مباراة الذهاب، إذا المباراة انتهت تعادل كل واحد يزيد نقطة واحدة. وإذا مثلا فاز أتلتيكو فديب باول راح يصير 90 وإيريك بايلي ظل 88. إذا فاز يونايتد إيريك بايلي 90 وديب باول 88. إذا تعادل اثنين يصيرون 89. الطاقات مرسمية ولكن توقعات، ولكن الرسمي كالعادة أنهم راح ينزلون قادمون بالتحديات. الشيء الثاني، هذا مو تسريب، هاي تشكيلة الأسبوع الرسمية. كنا متوقعين أنه ينزل راحيم ستيرلينج بعد الهدف الرائع اللي سجله، نزل راحيم ستيرلينج، نزل بن سبعيني، ماركو رويس سجل هدفين، شفنا كوتينيو بينزل ولكن ال دبليو على كذي سرعة مستحيل، دي توماس، هالر، اندومبلي، فيسكا حارس ميلان، وتريبير، وديليخت، وجيمس وارد براوس افضل لاعب منفذ ركلات حرة بالنسبه لي في الوقت الحالي، مستي خلاص. فتشكيلة اسبوع ممتازه، يعني بيستحق كل لاعب متواجد فيها يستحقون، ما اتوقع كان في لاعب ثاني يستحق يعني يكون بالتشكيله، كل حاطين ممتازين. طبعا يوم الجمعه راح ينزلون هذيله بالحدث، طبعا اوزيل قادم بالتحديات راح نتكلم عنه. طبعا ماركوس يورينتي راح يكون يا سي ام يا سي دي ام، كل دون بي سي بي، بطاقات الارض راح تنزل بحدث يوم الجمعه، راح يكون في بطاقات قويه، والسوق الحين قاعد تشوفون لاعبين رخاص، فاول ما ينزل الحدث لاعبين راح يصيرون غاليين، لاعبين ذهبيين، ميسي، رونالدو، بروني، كذي هذول رخاص. فاذا عندك هذول لا تبيع الحين، اذا تبي تبيع حطهم تحديات، او انك تنتظر اليوم الجمعه اول ما ينزل الحدث تبيع، لان الناس راح تفتح باكجات ويطلع لهم، وبيع اللاعبين راح يكون اسعارهم عاليه. ثم قلنا كمبيمبي قادم راح ينزل بالحدث ويورنتي، وطبعا فيرلاميندي راح ينزل، وريناتو يا جماعة، ريناتو سانشيز وفيرلاميندي، الكروت لجلتشات باللعبة بطاقة ذهبية عندهم، راح ينزلون الحين بطاقات أقوى وأقوى، فيفا عارفين هذي الجلتشات، يعني ينزلون بطاقات حلوة، فيرلاميندي، نوير، سانشيز، بطاقات نارية جدا قادمين بالحدث. طبعا بنيادر لاعب الشهر مثل ما شفنا نزل يوم الخميس، هذه الطاقات الرسميه نزل، كنا نعرف بنيادر الجلتش، نعرف الخفه اللي عنده، القدم ضعيفه، الاثنين ناريين، تعطيه هانتر ويعطيك العافيه، وراك بكلف 84 85 86 تقدر تسوي ايش بروح التشكيله، اظن انه يستاهل بيسام. وعندنا هذا مدافع اياكس مارتينيز قادم بالمهام او بالتحديات، راح ينزل اليوم اليوم مع الحدث، راح يكون موجود بالمهام او التحديات. يورنتي ايضا قادم، طبعا كل قاعد نتكلم عنهم طاقتهم مو رسميه، ما عدا وسام بن يدر ومسعود وزيل، الحين راح نعطيكم طاقاته توقعاته من، فاللي قلنا طاقاته الرسميه بس هو وسام بن يدر، باقيين هذول توقعات طاقات. يورنتي بعد قادم يا جماعه، قلنا يمكن سي دي ام او سي ام، ومسعود وزيل هو نفسه قادم بالتحديات من التشكيلات، راح يكون خمسه مهاره، وكوارداد راح يكون متواجد يوم اللي يلعب الحدث، وميندي ايضا مثل ما قلنا. وبشباب اتمنى انكم مقطع اليوم، لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب وتكتبوا كومنت، انستغرام تحت الوصف، سووا لي فولو، مع السلامه.